بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أعرفكم بنفسي، أنا دكتورة دعاء السلماوي، أستاذة المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة اسكندرية. والله أنا سعدت جدا بالدعوة الكريمة من القائمين على هذا العمل علشان نطور حتة الأويرنس بالجهاز العصبي وبالنيورو ساينس على العموم. الحقيقة الاختيار بتاعي للموضوع النهاردة كان موضوع الالتهاب السحائي، أو اللي بيتقال عليه بالعامية الدارجة الحمى الشوكية. وعلى فكرة هي كانت عاملة يعني كذا ضجة في السنين اللي فاتت بالنسبة خصوصاً لطلبة المدارس، وطبعا المازرز بتاعتهم طب أقعدهم في البيت، طب نقفل المدرسة، طب نعمل إيه؟ فيعني يبقى عندنا شوية awareness ومعلومات عن إيه هي المينينجايتس أو الالتهاب السحائي وكيفية العلاج وكيفية الوقاية منها. طبعا إحنا لما نيجي نتكلم على البرين، البرين اللي هو مخ الإنسان very precious organ، وده يعتبر المايسترو بتاع الجسم كله، لأن هو اللي بيدي الأوردر لكل الأورجانز الموجودة في جسم الإنسان. هو اللي بيشغل القلب، وهو بيشغل الجهاز الهضمي، وهو اللي بيشغل كل مكان في الجسم. فلو أنا عندي أي مشكلة في البرين، معنى كده إن الإنسان ده هيبقى فعلا ديزيزد، هيبقى مريض. طيب، بما إنه إن هو very precious organ، ربنا خلق له الحماية الكافية. الحماية الكافية لو أنا بصيت لدماغ الإنسان هلاقيها من بره لجوه. ممكن الدكتورة في صورة بس في البرزنتيشن بتاعتي بتوري الحماية بتاعت البرين والديفرنت لايرز اللي ربنا خلقها علشان يكفر البرين. ممكن الصورة بس أو الدياجرام ده يعني، لا كمان كمان، ايوه هو ده هو ده. لو حضراتكم بصيتوا من بره في دماغي لجوه، في من بره خالص السكين، تمام. بعد كده في عندي بيري اوستيوم، البيري اوستيوم دي الطبقه اللي بتغطي البون، يليها البون، الطبقة السميكة دي في السكال أو في الجمجمة. وبعد كده ثلاثة layers، ثلاث طبقات بيغطوا المخ، هم دول اللي بيتقال عليهم سحايا المخ أو أغلفة المخ. من بره لجوه في عندي ديورة، ديورة اللي هي بيتقال عليها الأم الجافية باللغة العربية الفصحى، يليها الأراكنويد أو الأم العنكبوتية، يليها البيا ماتر أو الأم الحنون. الثري لايرز دول هم السحايا بتوع المخ أو أغلفة المخ. طبعا ربنا خلقهم علشان يقللوا أي نوع من الإصابة أو التروما ويحافظوا بشدة على المخ. طبعا يعني جسم الإنسان مكون من حاجة اسمها central nervous system و peripheral nervous system. central nervous system اللي هو المخ اللي بينتهي بجذع المخ وبعدين النخاع أو الحبل الشوكي. peripheral nervous system اللي هو الأعصاب اللي طالعة علشان تغذي كل العضلات وكل الأعضاء اللي موجود في الجسم. فأنا بلاقي نفس اللايرز دي زي ما بتغطي البرين بتغطي لي الحبل الشوكي. طيب، يبقى اتفقنا لما اجي اقول meningitis يعني معنى كده ان في التهاب ابتدى يحصل في أغشية المخ او في السحايا بتاعة المخ. طبعا الموضوع مش بسيط ومش سهل، ولازم أبقى عارفة كويس جداً إمتى أشك فيه وإمتى أشخصه
لأن العلاج بتاعه بيختلف كلية عن علاج أي التهاب في أي منطقة تانية. معلش ممكن نرجع بالسلايدز شوية دكتورة؟ قبليها دي أول واحدة. طيب يعني لما أجي بقول in general الالتهابات أو الانفكشن، انفكشن معناها إيه؟ يعني في عندي certain ميكروب ابتدى يهاجم CNS infection، ابتدى يهاجم الجهاز العصبي المركزي للإنسان. أصل طبعا يعني أي التهاب لا يعني إن في certain pathogen أو إن في microbe، إن في عندي التهاب بيحصل نتيجة لخلل في الجهاز المناعي، في التهاب بيحصل نتيجة تروما مثلا. لكن لما أجي أقول كلمة infection يعني معناها إن في certain microbe ابتدى يغزو الجهاز العصبي. طبعا أنواع الميكروبس دي عديدة، منها البكتيريا، منها الفيروسز، منها الفطريات أو الفنجس، ممكن أي واحد في دول يهاجم. بس طبعا مش بيهاجم الإنسان العادي إلا إذا ضعفت المناعة بتاعته. طيب يبقى احنا اتفقنا إن النوع بتاع الميكروب ده ممكن تمشي يا دكتورة، ممكن يكون بكتيريا، ممكن يكون أنواع كتيرة من البكتيريا، عادي كمان يا دكتورة، ممكن يكون نتيجة فيروسز. يعني باي ذا واي حد هيسألني طب الكورونا فيروس ممكن يأفكت البرين؟ في كيس ريبورتد إن حصل لها مينينجايتس وحتى إيفن إنكفاليتس. إحنا اتفقنا المينينجايتس يعني التهاب السحايا بتاعت البرين، والإنكفاليتس يعني التهاب المخ نفسه. طيب يبقى اتفقنا ممكن يكون فيرال، ممكن يكون بكتيريال، ممكن يكون فانجل يعني فطريات. تانية دكتورة ماشي اللي بعديها هل الانفكشن ده سو كومن يعني بنشوفه كتير والموضوع فظيع يعني؟ الجماعة بتوع الابيديميولوجي او الصحة العامة اكتشفوا انه ممكن 400 في كل 100,000 من النيونيتس اللي هم الاطفال حديثي الولادة يجي لهم التهاب سحائي، وبالنسبة للكبار ممكن من واحد إلى اتنين لكل 100,000 بيحصل في الناس الكبار. طب أهميته إيه؟ إن المورتاليتي نسبة الوفيات اللي بتحصل من التهاب السحائي بتبقى عالية. يعني بلاقيها في نيونيتس اللي هم الأطفال حديثي الولادة من بتوصل ل25%، والأطفال اللي أكبر شوية ممكن توصل ل5%. يعني من كل 100 طفل 5 بيموتوا، فالموضوع مش سهل زي ما إحنا متخيلين. ممكن السلايد اللي بعديها. طب هو إيه روت الإنفكشن أو بيجي إزاي أو إيه طريق العدوى؟ إيه اللي بيحصل بالظبط؟ هو يعني طريقة العدوى mainly الدروبليت انفكشن. نفهم يعني ايه بقى الدروبليت انفكشن دي. يعني جه واحد عنده المينينجايتس ده او عنده البكتيريا دي وكح في وشي، عطس في وشي، قعد يتكلم وابتدى الرذاذ يطلع في وشي. اصل في حاجه اسمها ايربورن، يعني في بكتيريا او في فيروس طايره، يعني لحسن الحظ ده موصلي ما هوش ايربورن، ده عبارة عن droplet infection يعني عن طريق الرذاذ. واحد كح، واحد عطس، واحد اتكلم والرذاذ كان طالع مباشرة. أوكي؟ ابتدى يدخل الميكروب ده. لو اتكلمنا على بكتيريا مثلا، البكتيريا دي ابتدت تدخل عن طريق الأنف، ابتدت تدخل على الزور، ابتدت تدخل على الحنجرة، ابتدت تدخل
يعني في الأول في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي. طبعاً بتبتدي المعركة تتم which is which. طبعاً في جهاز مناعي عندي، مجرد إن في بكتيريا دخلت، مجرد إن في ميكروب دخل، بيبتدي الجهاز المناعي اللي هو مكون من خلايا الدم البيضاء والجهاز الليمفاوي والأجسام المضادة، ابتدت تهاجم which is which، بمعنى القوة بتاعت البكتيريا اللي داخلة دي أو بتقال عليها الفيرولانس بتاعت الميكرو أورجانيزمز دي، ولا الجهاز المناعي بتاع الإنسان اللي داخل فيه البكتيريا، مين اللي هيتغلب على التاني؟ لو الفيرولانس أو القوة بتاعت البكتيريا دي كانت أقوى هتبتدي تهاجم وتدخل على الدم، دخلت على البلاد ستريم ودخل العيان في الستيج بتاع البكتيريميا. بكتيريميا يعني ابتدت البكتيريا تتواجد في الدم. برضو في أثناء الستيج بكتيريميا المعركة شغالة، البكتيريا من ناحية والجهاز المناعي من ناحية تانية، ومين اللي هينتصر في الآخر؟ في حالات الحقيقة الجهاز المناعي بتاعها كويس بيبتدي يهاجم البكتيريا وبتقف عند الحد ده، وفي حالات تانية بيبقى الجهاز المناعي بتاعها ضعيف وبالتالي الفيرولانس أو القوة بتاعت البكتيريا بتنتصر وبيبتدي يهاجم حاجة اسمها blood brain barrier. blood brain barrier ده من رحمة ربنا علينا إن هو very tight barrier junction ما بين الخلايا، سواء كانت الخلايا بتاعت blood vessels الأوعية الدموية اللي رايحة توصل للمخ، والخلايا بتاعت جدار المخ نفسه، فمش بتقدر البكتيريا تعدي. هو في حد يسألني هو أنا معنى إن أنا خدت دور انفلونزا ولا خدت دور تايفويد ولا خدت دور كامبيروباكتر ولا اي حاجه من دول، معنى كده ان الكلام ده بيعدي البرين؟ لا، ربنا خلق لنا من ضمن وسائل الحمايه او اللي بقول عليها الانيت اميونيتي، الحمايه الاوليه اللي ربنا خلقها لي، حاجه اسمها بلاد برين بارير. مش كل حاجه موجوده في الدم بتعدي وبتروح للمخ، زي ما اتفقنا المخ ده very precious organ، فصعب جدا ربنا يسيبه لنا من غير حماية. فمن أهمية blood brain barrier ده إن هو بيمنع أي نوع من البكتيريا إن هو يدخل لسحايا البرين. طبعا لما البكتيريا خصوصا يعني في أنواع ممكن بتقدر تهاجم، لها certain كبسول، ولو الفيرولانس بتاعتها السبيشيس بتاعتها أو الجيل بتاعها very strong قوي جدا بيقدر يهاجم blood brain barrier ويبتدي يدخل ويعمل لي الالتهاب في خلايا المينينجيس أو أغطية المخ. إلى بعديها بقى دكتورة، يبقى عرفنا the root of infection. يعني هو طبعا في وسائل تانية للعدوى بس احنا مش بصددها دلوقتي، احنا بنتكلم في المسقم ان هو يجي عن طريق الجهاز التنفسي. طيب العيان في الاثناء دي بيحس بايه او ايه الاعراض اللي بلاقيها عند العيان؟ طبعا عيان البكتيريال مينينجايتس او الالتهاب السحائي المتسببه في البكتيريا، اول حاجه بيجيلي عنده هاي جريد فيفر، سخونيه بتبقى عاليه جدا من 39 وطالع، شفنا حالات بال41 وال42 درجه مئويه، طبعا يعني اكتر من كده incompatible with life، وايه يعني incompatible with life يعني هيموت.
يبقى أول حاجة هلاقيها إن العيان عنده high grade fever. طبعا الhigh grade fever دي معاها headache، صداع، صداع عنيف. الصداع العنيف اللي بيبقى عندهم ده لدرجة إن في الأطفال الصغيرين بيبقى عندهم very high resonance cry، يعني العياط بتاعهم له رنين، له رنين أجوف. أنا يمكن سمعتها أيام النيابة من طفل بيعيط وعنده meningitis وما انساهاش، العياط بتاعه very high resonance pitch، له طنين معين، رنين معين، وهو بيعيط من السيفيريتي بتاعة الهدك. طبعا حتة الدراوزنس يبتدي يختل درجة الوعي من كتر الفيفر، اوكي، واحنا لسه في الستيج بتاعة البكتيريميا او البكتيريا موجودة في الدم. مع الفيفر او درجة الحرارة العالية دي ممكن خصوصا في الاطفال الصغيرين انهم يتشنجوا، ابتدت تيجي تشنجات وحرارة. وعلى فكرة very common mistake، وغلطة تعتبر قاتلة، ان الطفل ده عنده حرارة عالية وتشنجات ويعدي على انه ايه، هو طبعا يعني ما فيش ال two ways discussion من الاودينس لما عيان يعني الفيتال ميستيك التملي، وحتى للاسف الشديد بيقع فيها فيزيشن. الطفل الصغير جاي لي بفيفر بسخونيه عاليه وتشنجات، كومن ميستيك ان هو يتشخص على ان دي فيبرايل كونفولشنز او تشنجات حراريه، وهتروح لما نعمل له كمادات ونديله قرص اسبرين، صح كده؟ طبعا لا، دي مش فيبرايل كونفولشنز، خصوصا لو انا ما فحصتش الطفل كويس ودورت على بقيه العلامات بتاعه الالتهاب السحائي. بيجي لي الطفل في دراوزنس، ابتدى يتوه، درجه الوعي تختل، وابتدى يجي بكل جسمه مكسر وبيوجعه ومفاصله وجعاه، وابتدى بقى ايه الحاجة اللي تشككني وتخوفني جدا، ان ابتدت الرقبة بتاعته تتخشب، يبقى فيه نيك ريجيديتي، الرقبة متخشبة ومش قادر يبص في النور، اوكي. طيب ممكن، وطبعا ممكن جدا يبقى فيه ترجيع عند العيان ده مع الصداع العادي. طبعا صداع وترجيع وزغلالة ده طبعا ناتج من ارتفاع ضغط المخ. اهي الماوين كراي اللي انا بقول لكم عليها، ان الطفل بيعيط بطنين عالي ومش قادر يبص في النور، ويبتدي خصوصا في الاطفال الصغيرين الاقي ان حتى النومة بتاعته في السرير ابتدى يبقى فيها ارشد بيك، ابتدى ظهره يتقوس وهو نايم في السرير، درجة الوعي مختلة، حرارة عالية. على فكرة ساعات بنلاقي سكين بريش، ألاقي إن نفس الجسم بتاعه ابتدى ينطر بأحمر. تمام، اللي وراها كنا الكلام ده، معلش اللي وراها. تمام، يبقى احنا اتفقنا على الفيفر او السخنيه العاليه والصداع الرهيب والترجيع، وفي نفس الوقت نومته في السرير بيبقى هاي ارشد باك زي ما اتفقنا. اللي وراها السلايد اللي وراها كان موضحه قوي الهاي ارشد باك دي. كما الأطباء يقولوا عليها الأبسطنس بوزيشن، اللي هو الباك بتاعه أو ظهره ابتدى يبقى مقوس على السرير، رقبته ناشفة جدا مش عارفة تنيها. طب هات دقنك على صدرك، ما يقدرش يجيبها نهائي من التصلب بتاع الرقبة. طبعا
طبعا الدكتور بيعمل شوية ساينس، واحدة اسمها كورنيكس واحدة اسمها بريزنسكي، لما يجي يتني رقبة الطفل بيلاقي رجليه الاتنين تترفع، يجي يرفع رجل الرجل التانية تترفع. يمكن كل الدكاترة عارفينها اللي هي الكورنيكس والبريزنسكي ساين. طيب هو يعني هي common في الأطفال، بس مش معنى كده إن إحنا ما بنشوفش الكلام ده في الكبار، لا، even at any age ممكن ألاقي المينينجايتس دي، بس commonest إنها تحصل في الأطفال الصغيرين. تاني بقول مش أي طفل يجي لك عنده سخونية وتشنجات يبقى دي تشنجات حرارية، لأن للأسف الشديد نسبة منهم بيطلعوا عندهم التهاب في الأغشية بتاعة المخ أو التهاب سحائي. فطبعا لازم ده يتكشف عليه كويس جدا علشان أدور على أي signs of meningeal irritation. أوكي. وطبعا تاريخ المرضي بتاع العيان ان هو من صغره كل ما بيسخن يجيله شويه سخونيه 38 37 و9 شرط ولاقيه متشنج، يعني دي مهمه جدا هيستوري من الكلام ده. لكن صاحبنا ده اتفقنا ان فيري هاي جريد فيفر، وغالبا بتبقى اول مره تحصل له بالمنظر ده، ومع الهيدك والفوميتنج والريزنس كراي ورقبته متخشبة والساينز اللي احنا اتفقنا انها تكنيكال اكتر وتخص الاطباء. يبقى احنا كده شكينا ان الطفل ده اكلينيكيا عنده مينينجايتس. مهم جدا التاريخ المرضي بتاع الطفل ده. طب هل هو اتعرض فعلا لمريض كان عنده مينينجايتس، كان معهم في الفصل واحد عنده مينينجايتس، كان معاهم في حصة الـ PE واحد عنده مينينجايتس؟ طبعا الكلام ده بيساعدنا كتير في التشخيص، ده مش كده وبس، في التشخيص والعلاج. الولد ده كان عنده مينينجايتس بتاعت البكتيريا العنقودية، البكتيريا السبحية، البكتيريا كذا، يعني برضو بيساعدنا واحنا بنختار الانتي بايوتيك. اوكي، يبقى اتفقنا التاريخ المرضي، الأعراض، الكشف السريري بتاع العيان أو العلامات السريرية بتاعة العيان، هبتدي أشك إن ده من الجوتس. طيب الطفل ده برضو common mistake وغلطة شائعة وللأسف بين الأهالي وبين الأطباء، يجي لي طفل عنده حرارة ومصدع وبيرجع وهوب أقوم عطياله مضاد حيوي. يعني من الأخطاء الشائعة اللي بتحصل، يلا أوجمنتين، يلا هياخد فول موكس. طب مش هشخصه الأول؟ اشخص الاول وبعدين ابتدي ادي الانتي بايوتيك، ما ادوش عمال على بطال وانا ما وصلتش لدفن الدايجنوزس. يعني غلطه فظيعه ممكن تتعمل وبيترتب عليها حاجات ومضاعفات خطيره. يعني المينينجايتس ناو داي اول اوفر ذا وورلد من الحاجات اللي هي تعتبر تريتبل، يعني ممكن اوصل ل 100% كيور. البني ادم ده ممكن يشفى تماما لو انا عالجته من البدايه صح. بيفرق في ايه؟ في التوقيت، في التوقيت بدأت علاج امتى، وفي نفس الوقت علاجت صح ولا ما علاجتش صح. فانا يعني طفل بالمنظر ده ما ودهوش عند اي حد، او اتصل بجارتي مثلا تقول لي لا ده انا ابني كان سخن برضو وديته اوجمنتين وديته في الموكس وخف. انا كده بغير الصورة، لما اجي بعد كده احاول ان انا اعمل مزرعة ممكن المزرعة تطلع نيجاتيف وما اقدرش اعرف التايبينج بتاع المايكرو اورجانيزم، ابتدي بقى الف حوالين نفسي، ما يكون فايرال، يكون ده نتيجه فيروس، ممكن ده يكون نتيجه فطريات، ممكن يكون ده نتيجه تي بي توكسوبلازموزس، ابتدي الف حوالين نفسي لان كل ما اعمل مزرعه تطلع نيجاتيف. وهو سمبلي سبيكينج كان واخد انتيبيوتيك قبل ما يجي. فعشان كده التصرف الصح في طفل زي ده لازم اوديه التخصص الصح يتكشف عليه كويس. وانس ان انا سسبكت او شكيت ولو حتى مش بنسبة كبيرة ان الطفل ده عنده مينينجايتس، معلش دو سي اس اف، بمعنى اعمل بذل النخاع. تمام. طبعا يعني ناس كتير يقولوا لي الدكتورة دعاء مفترية. لا انا مش مفترية ومش بحب البذل يعني لذاته، لا، انا وانس ان انا شكيت ان الطفل ده عنده مينينجايتس
كانوا أساتذتنا يقول وانس إن أنت فكرت فيه اعمله، ما تترددش واعمله. ليه بقى؟ لأن أنا لو ما عملتوش هندم بعد كده، مش هعرف أطلع إيه الميكرو أورجانيزمز ده، وممكن تطلع لي ريزيستنت سترين بعد كده. هو أنا أم سوري إن أنا بستخدم شوية حاجات ميديكال شوية، بس يعني أعتقد إن أنتوا فاهميني. هو مفيش حد بيرد صح؟ تمام. يعني أنا بحب الدسكشن تبقى تو ويز، عشان ما أحسش إن أنا بقول كلام مبهم أو كلام مش مفهوم. أوكي، على كل، إحنا زي ما اتفقنا لما بيجيلي المريض سواء كان طفل سواء كان أدلت، وأنا شكيت إن عنده التهاب سحائي، once I'm suspecting جت خطرت على دماغي، لازم أول خطوة هعملها هعمل بذل نخاع، هسحب بذل نخاع، جري وديلي البذل ده المعمل وابتدي الأنتيبيوتيك. طيب حد يسألني، طب أنا لسه هستنى نتيجة المزرعة، هو شغل المعمل يعني بياخد ماكسيمم 12 ساعة عشان يطلع لي في التهاب، في خلايا، مفيش خلايا، في بروتين، مفيش بروتين، لكن نتيجة المزرعة لا، ممكن 3 4 5 أيام على بال ما تطلع نتيجة المزرعة. فأنا طبعا نيفر إن أنا هستنى نتيجة المزرعة، أنا مجرد ما سحبت السي اس اف أو سحبت السائل النخاعي جري ودي المعمل وابتدي الامبيريكال انتيبيوتيك بتاعي. يعني ايه امبيريكال انتيبيوتيك؟ يعني من الاكسبيرينس بتاعتي انا هدي الانتيبيوتيك، هدي المضاد الحيوي. ده ناتج من ايه؟ ان انا فتحت كتبي، فتحت مراجعي، ان انا عندي خبره قبل كده، فان انا بدي المضادات الحيويه المناسبه لحاله بالمنظر ده. طيب حد يسالني بقى، طب انا هعالجه في البيت؟ لا طبعا ما ينفعش، لازم hospitalization، ده مريض بيتعالج في المستشفى. تمام، لأن العلاجات بتاعته أنا مش هديها بالبق، ده لازم أنا هديها عن طريق الوريد. دي أول حاجة. الحاجة التانية إن أنا الجرعات اللي بياخدها بتاعت المضادات الحيوية عمرها ما كانت زي الجرعات اللي بتتاخد مثلا في دور برد ولا في دور سلو ترجيع ولا لا، ده أنا الجرعات بتاعتي بتتحسب بمنتهى الدقة، ويمكن بوصل ل تريبل الدوز اللي بتتعطى في أي حالة تانية، بوصل لتريبل مش دبل، تريبل، تلات أضعاف الجرعة اللي أنا. يعني أديكوا إكزامبل بسيط، مثلا لو اتكلمت على حاجة زي الكلافوران، كلافوران معروف حقن، بديها مثلا في حالة التهاب في الصدر 2 جرام في اليوم. صاحبنا بقى بتاع الالتهاب السحائي أنا يمكن في الأدلت، في الإنسان البالغ، بوصل معاه من 8 ل 12 جرام في اليوم. يعني الرقم غريب بس فعلا actually ده الحسبة بتاعتي، ممكن أوصل في الأفريج بتاعي من 8 ل 12 على حسب وزن الجسم اللي قدامي. فالانتيبياتيك لها بروتوكول معين، مش حد اي انتيبياتيك وخلص نفسي شوية اوجمنتين وخلاص، كم كبسولة فولموكس وخلاص، لا طبعا الموضوع مختلف تماما. ان انا يبقى نمبر ون ان انا بهوسبيتالايزد، المريض ده لازم تعالج في الهوسبيتال. الانتيبياتيك بديها في البداية امبيريكال، يعني انا بدي حسب خبرتي في الاول المضادات الحيوية، وبعد كده تطلع نتيجة المزرعة ببتدي أصلح نفسي، بمعنى إن أنا كنت ماشية صح والمزرعة أيدت كلامي بكمل، ماشية غلط والمزرعة طلعت حاجة تانية خالص ببتدي أصلح نفسي وأدي البروبر اللي طلع لي في المزرعة دي. طبعا يفضل إن أنا ما اشتغلش بأنتيبيوتيك واحد، إن أنا أشتغل باثنين أو ثلاثة أنتيبيوتيك، علشان أبقى غطيت جميع أنواع السترينز أو جميع أنواع البكتيريا، سواء كانت موجبة الجرام سواء كانت سالبة الجرام. طيب حد يسألني بقى، طب في بعض العيانين ما أقدرش أسحب لهم CSF،
ما اقدرش اعمل بذل نخاع فيهم، ده نتيجة ان عندهم ضغط المخ عالي جدا. طبعا في العيانين اللي عندهم ضغط المخ عالي جدا دول انا بخاف بترعب ان انا اسحب سائل نخاعي او اعمل لهم بذل، فدول الحل البديل ان انا ابتدي اعمل اشعة سواء كانت اشعة رنين او اشعة مقطعية. هي ما بتفيدنيش كتير قوي بس على الاقل بتديني هنت ان المينينجيز باينة فين. بس يا دكتورة ممكن تشاوري عليها؟ ايوة الله ينور عليكي، ابتدت المينينجيز زي ما انتوا شايفين تبقى ملتهبة وثيكند وواخدة انهانسمنت وخدت صبغة. الله ينور، يعني الدكتورة جابتها الحتة اللي أنا نفسي أشاور عليها بالظبط، هي دي اللي هي ثيكند وابتدت تاخد صبغة وابتدت تبقى زي ما انتوا شايفين كده، يعني فيها irregularity، وابتدت تبقى ثيكند وابتدت تاخد صبغة. أوكي يا دكتورة، طيب يبقى احنا الحل البديل زي ما اتفقنا ان انا اعمل أشعة مقطعية أو أشعة رنين على المخ بالصبغة علشان تبين لي الالتهاب في المينينجيز، أو لو ابتدت تحصل مضاعفات، يعني العيان ده كان عنده التهاب سحائي وأنا سبته أو أنا ما عالجتش صح ودخلنا على خراج في المخ. طبعا الكومبليكيشن أو المضاعفات رهيبة لو أنا سبت المريض ده، ممكن يدخل مني على الخراج في المخ، ممكن يدخل مني على صديد متعبي في الديورة كأنها بقت كيسة صديد، كرونيك سبديورال إمبايميا، يعني من الحاجات الفظيعة اللي ممكن يدخل فيها العيان. كرونيك سبديورال إمبايميا يعني ابتدت الديورة أو الأم الجافية دي تبقى عبارة عن كيس صديد. دي طبعا ال بروجنوزس او ما قال المريض ليه بيبقى سيء للغاية. طبعا يعني تفاصيل الانتي مايكروبيال ايجنت مش مشكلة بالنسبة لنا، يعني انا كنت عايزة اقول لكم لا قبل ما ادخل على التيوبركلاس يا دكتورة حتة مهمة، ايوة الله ينور عليكي، بتاعة الكيمو بروفيلاكسيس ايه اهميتها دي بقى؟ انا عايزة اهدي روع أو الخوف بتاعة الناس المخلصين للمرضى دول، نهدى شوية ونتعامل صح. بمعنى أول حاجة المينينجوكوكاي اللي هي كانت زمان تعتبر البكتيريا نمبر 1 اللي بتصيب الناس بالالتهاب السحائي، تقال عليها العنقودية تقريبا. البكتيريا دي يمكن دلوقتي نوادي ما بشوفهاش كتير، وهي دي كانت زمان تعتبر من أخطر أنواع الالتهاب السحائي. نتيجة إيه؟ نتيجة السكيديول بتاع الفاكسينيشن، يعني وإحنا في الأطفال الصغيرين في المدرسة أعتقد كلهم أوبليجاتوري إجباري بياخدوا التطعيم بتاع السحائي. أكيد حضراتكم عارفين، أو اللي عنده إخوات أو اللي عنده أطفال عارف إن الالتهاب السحائي التطعيم بتاعه إجباري في أطفال المدارس، فعشان كده أكيد أنت مطعم. الحاجة التانية والنافرض على أسوأ الفروض إن أنا كنت في فصل والفصل ده كان في واحد ثبت إن عنده مينينجايتس، كان عنده بكتيريال مينينجايتس، مش معنى كده ان انا خلاص بقى اقوم الصبح في المدرسة ولا في الكلاس، لا simply speaking انا هدي حاجة اسمها كيمو بروفيلاكسيس، والله حل سهل وبسيط ورخيص ماشي، ويقلل القلق والضجة اللي اتعمل السنة اللي قبل اللي فاتت يا دكتور تقريبا، ونقفل المدرسة ونقفل الكلاس ونقفل، لا المخلطين اديهم كيمو بروفيلاكسيس. ده كان في الفصل بتاع مثلا تيوليب، الطفل ده كان الفصل في الفصل بتاع ويني زابو، كان في الفصل بتاع ستة تالت، طب خلاص ندي ستة تالت اللي كانوا قاعدين معاه كيمو بروفيلاكسيس.
والمدرس كمان ابتدي اديله جرعات وقائيه من المضادات الحيويه، بحيث ان طالما ان الطفل ده اتعرض بس لسه ما جاتلوش اعراض من انجايتس، ما انا ممكن بمنتهى السهوله الحق البكتيريا وهي لسه في النوز وهي لسه في البلعوم، الحقها قبل ما تدخل وتهاجم الاغشيه المخاطيه. فالفكره سهله وبسيطه، ان انا ادي كيمو بروفيلاكسس لكل الجماعه اللي تعرضوا او المخالطين او اخواته في البيت او بابا ومامته. هديهم ايه؟ والله في حاجات كثيره جدا تنفع في الكيمو بروفيلاكسس، يعني زي ريفامبسين. الريفامبسين ده او الريماكتان معروف، هو كان بيعالج التي بي بس بينفع مع الكيمو بروفيلاكسس. أو ما لقيتش الريفامبسين، أو الإنسان ده عنده مشاكل من الريفامبسين، عنده مشاكل جامدة في الكلى، ممكن أدي حاجات بديلة زي مثلا إن أنا أدي السيفاتريكزون، حقن ذات نفسه، ده واحد من المضادات الحيوية اللي ممكن يتعطى حقن. ممكن أدي حاجة اسمها سيبروفلوكساسين، ممكن أدي سالفة. كل ده هدي لمدة قد إيه؟ لمدة 7 أيام، خلاص انتهينا. اوكي، انا يمكن ايام النيابه كل ما كنت بكشف على عيان من انجايتس كنت اروح اخد ريماكتين 5 6 ايام 7 ايام، اوكي، لغايه ما اتاكد انها ما اتعدتش بس بطل. فالموضوع ما هوش مزعج قوي او يعني حاجه تعمل بانيك في المجتمع ان كان في طفل في الفصل عنده من انجايتس. النقطه دي مهمه بس عشان الناس تهدى شويه. اوكي، يبقى ده حل رهيب لو في الفصل واحد عنده منينجايتس، بقيه الاطفال اللي تعرضوا له، اللي كحب في وشهم، اللي لعبوا معاه، ياخدوا الكيمو بروفيلاكسس وكافيه جدا جرعه لمده 7 ايام، خلاص الموضوع انتهى واتحل. بس ده طبعا بروفايدد ان انا متاكده ان الطفل ده عنده بكتيريال منينجايتس، اصل ممكن تكون حاجات تانية بقى، ممكن تكون فيروسات، ممكن تكون، لا دي حاجة تانية، انا بتكلم على البكتيريال منينجايتس. كافي جدا ان انا اخلي المخالطين ياخدوا الريماكتان او السيفاتريكزون او سيبروفلوكساسين او سالفا وانتهى الموضوع. طبعا يعني ايه الالتهاب السحائي؟ ممكن يحصل نتيجة بكتيريا السل، ويمكن أنا حاطة السلايدز دي علشان بس الزمن انتهى. عشان بس أفكر حضرتك إن فاضل دقيقتين علشان يبقى في وقت. لا، هو كلمة واحدة بس عايزة أقولها، أنا طبعا استحالة هشرحها بالكامل، كلمة واحدة بس عايزة أقولها، إن بكتيريا السل يا جماعة مش بس بتصيب الجهاز التنفسي والرئة، لا دي ممكن تصيب المخ وتصيب الأغشية بتاعة المخ. السل يعني كان فترة من الزمن يمكن واحنا نواب واحنا مدرسين مساعدين ما كناش بنشوفه خالص ان هو بيجي ناحية المينينجيز. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ ابتدينا نشوفه ليه؟ ابتدينا نشوف فعلا تي بي منينجيتس، بكتيريا السل وصلت لأغشية المخ. الفكرة في ايه؟ الفكرة في شرب الشيشة، يعني انتشار شرب الشيشة ده كارثة 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 بكل المقاييس. بمعنى أنا لما بقعد الشيشة دي يعني وسط هايل لنمو بكتيريا السل، ترتع فيها بكتيريا السل، وفي نفس الوقت من بق ده البق ده البق ده، لا ده بيغيرني الفلتر، ده بيغيرني المبسم، ده بيغير، لا طبعا دي بتستنى وتتراكم في الجدران بتاعة الشيشة دي. وابتدينا دلوقتي نشوف التي بي منينجيتس، أو حتى بنشوف حاجة ألعن اسمها البوست ديزيز سباين، كأنه بيعمل لي خراج في العمود الفقري. تمام، نتمنى لكم كلكم الحماية والشفاء، وإن محدش فيكم يجيله المينينجايتس دي. بس آخر 3 كلمات عايزة أقولها، ناخد بالنا من صحتنا يا جماعة، الوقاية خير من العلاج. لو في children في السكول ايج، بدل ما حط في اللانش بوكس بتاعه شيبسي وعصير وبونبوني وشوكولاتة، لا أنا حط موز، برتقان، فراولة، أحط ساندويتش، أحط بيضة مسلوقة، مش أحط الحاجات اللي تقلل الإميونيتي بتاعة الطفل ده. بلاش الفرايدز، خليني أبدل بالفريش فود، لأن مناعة الجسم
وصحته أو رياضة مهمة جدا، والحالة النفسية بتاعة الإنسان مهمة جدا عشان ترفع لي جهاز المناعة بتاعتي. يبقى طول ما أنا باكل صح، بلعب رياضة، موجود في أماكن جيدة التهوية، بإذن الله مش هيحصل أي إصابات من هذا القبيل. وشكرا ليكم، وأرجو ما كنش طولت عليكم. أنا خلصت، لو في أي أسئلة. شكرا للدكتور دعاء. لو حابين سقف الدكتور دعاء عن طريق رياكشن أو إن إحنا بس، شكرا جزيلا. الله يخليك، ميرسي أوي، ألف شكر. أي حد عنده سؤال يعمل raising raise hands أو اكتبوا لنا في الشات. أيوة، ممكن سؤال؟ مش عارفة صوتي واصل. أنا سمعك، أنا سمعك نهلا. مش هي دكتورة دعاء المحاضرة يعني جميلة ويعني سرية بصراحة في وقت قليل. أنا بس عايز سؤال، هو إحنا بندي كينو بروفيلاكسز واتيفر يعني قبل ما نعمل مزرعة طبعا، يعني إحنا كده هنبقى متأكدين إن هي بكتيريال قبل المزرعة يعني؟ دكتورة أنا بتكلم عن الناس اللي مجرد حصل لهم إكسبوجر ومطعر وما جالهمش لغاية دلوقتي منينجايتس. واضح إن حضرتك دكتورة. تمام. ما انا قصدي الكونتاكت بقى الشخص اللي هو اتاكدنا بقى ان هو مننجايتس. احنا لا، مش عارفين الكونتاكت اورجانيزم. انا هتعامل يا دكتوره مع الشخص اللي ابتدى فعلا يجي له ساينز اوف مننجال اريتيشن على انه مننجايتس، خلاص. تمام. يبقى زي ما اتفقنا، هسحب سي اس اف، اودي المعمل، استنى الريزلتس بتاعت الكالتشر سنسيتيفيتي. لا طبعا مش هستنى، وانس ان انا وديت السي اس اف المعمل هبتدي امبيريكال انتي بايوتيك. تمام. الكونتاكت بقى اللي معاه هنديهم الكونتاكت اللي معاه اللي لسه ما ظهرش عندهم اي اعراض، واحنا مش عارفين البوزيتيف اورجانيزم اللي عنده يعني وات ايفر البوزيتيف اورجانيزم. يا دكتوره افهميني، انا دلوقتي انا جايلي واحد مجرد ان هو مخالط، ممكن تكون البكتيريا لسه في الابر ريسبيراتوري تراكت، ممكن تكون البكتيريا لسه عامله له بكتيريميا ولسه ما غزتش البلاد برين بارير، ما عملش انفيجن. ايوه بالظبط كده. يبقى ده بمنتهى السهوله بالدوز العاديه بتاعه الانتي بايوتيك، ها ممكن جدا ان انا امانج الناس دول. اتحط من الكيمو بروفيلاكسيس الريماكتين ريفامبيسين 600 ملي جرام في اليوم بالنسبه للادلت، اتحطت السيفاترايكزون اوكي 1.5 جرام بير داي زيه زي اي واحد تاني عنده ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، اتحط السلفادايزين من الكيمو بروفيلاكسيس، كل الكلام ده وبمنتهى السهوله لما البكتيريا ستيل لسه موجوده في الابر ريسبيراتوري تراكت. وانس انها انفيد البلاد برين بارير، يبقى في الحاله دي يا دكتوره مش هينفع الكلام ده، لازم يتحجز بالظبط كده، هيتحجز وحمانش كانه مننجايتس. طبعا انت عارفه لازم ادي البروبر انتيبيوتيك، لازم ادي الفول دوز، الانتي مننجيتيك دوز مش الدوز العاديه، لا دي بتبقى انتي مننجيتيك دوز. لازم طبعا الرول بتاعنا اوجمنتيشن ماكسيمايزيشن، ان انا الديوريشن اوف تريتمنت، الديوريشن اوف تريتمنت مش زي اي واحد عنده دور وانزا مثلا، لا ده انا بدي 10 ايام اتاكد ان هو بقى فيبرايل اكمل اسبوع. تمام. يعني لو بعد العشر ايام ده ما وصلتش درجة حرارته بقت 37، لا يبقى انا غلطانة، يبقى انا بشتغل غلط، ابتدي من اول وجديد من الكورس. يعني لو انا شغالة صح المفروض I'm expecting ان هو within 10 days هيبقى افبرايل. طيب بقى افبرايل اوقف؟ لا اكمل قد ايه؟ 7 ايام. يعني معنى كده ان الكورس بتاعي 17 يوم ده الافريج بتاعه ما لم يكون اكتر. تمام. بس CS الكومبليكيشنز رهيبة. السي اس اف بيتسحب في الاول بس، يعني السي اس اف وانس ان انا شكيت نسحب عينة من السي اس اف. طب في جايد عينة من السي اس اف ها وهيطلع لك الكلب ده بكتيريال او فيرال قبل المزرعة؟ يعني في
في حاجه معينه سواء في السيمتومز او يعني تخليني كده اعرف سكه ان هو ده بكتيريال ولا فيرال ولا تي بي الكونسيب اورجانيزمي في اي جاي يعني حاجه من السيمتومز حاجه تخليني اشك ناحيه حاجه اكتر. بصي يا دكتوره يعني دي محتاجه شويه خبره يعني مثلا اشهر نوع من الانكفالايتس او الفيرال انكفالايتس اللي هو الهيرب سامبلكس انكفالايتس ده عادة أول ما بيجي هو بيبقى له يعني بريدليكشن أو اختيارية معينة للفرونتال لوب أو التمبرال لوب الفص الأمامي والفص الصدري. فيجي للعيان مثلا في البداية عنده أفيزيا يجي أفيزيا يعني مشكلة في الكلام يجي للعيان في البداية عنده partial seizures partial أو temporal lobe epilepsy اوكي فالانصت اللي بدا بالمنظر ده بيشككني ان ده هيربس سمبلكس انكفالايتس اوكي طبعا يعني مفيش حاجه اقدر احلف عليها 100% الا بعد ما اسحب السي اس اف واعمل كالتشر سنسيتيفيتي. لو طلعت بقى الكالتشر سنسيتيفيتي كومبليتلي فري وهو مش واخد انتيبايوتيك قبل كده هبتدي افكر في الفيرال وبيبقى فيه بانل للبي سي اورز بتاعت معظم الفيروسز اللي هي اكسبكتد انها ممكن تعمل لي سواء كانت فيرال مينينجايتس او فيرال انكفالايتس. شكرا يا مهند. العافية دكتورة. احنا عندنا اسئله كتيره وصلت لنا على الشات فانا هقراهم بسرعه لحضرتك ويا ريت لو الاجابه تكون برضو مختصر عشان نقدر نمر على كل الاسئله. مي بتسأل حضرتك ليه حضرتك بتقولي ناخد الـ history of the fever وهل ممكن حرارته ترجع عادية تاني؟ الـ history مهمة جدا ان بتبقى في حالات البكتيريا او البكتيريا الالتهاب السحائي البكتيري بتبقى عالية very high ما هياش مثلا ايه 37 شرطتين اقصاها بتوصل 38 لا ده انا يوجوالي بلاقيها 39 وطالع. طبعا الهيستوري مهمة جدا للفيفر للاعراض المصاحبة للسخونية اللي مع المريض ده. طبعا الهيستوري او التاريخ المرضي الاكسبوجر ان هو فعلا اتعرض لحد كان عنده التهاب سحائي قبل كده. تمام. وعندها آخر سؤال هل ممكن يكون الأعراض اتعالجت بس المينينجايتس لسه موجود تقريبا ده اللي أنا فهمته من السؤال. يعني أنا عالجت الأعراض ومش متأكدة أن المريض لا ما احنا اتفقنا أن المريض بتاع المينينجايتس مش هيقعد في بيتهم ده بيقعد في المستشفى وأقل تقدير ليا بيبقى في حدود 17 يوم علشان يخلص الجرعات بتاعة الأنتيبايوتيك منهم 7 أيام كان فيهم كومبليتلي أفيبريل كان كومبليتلي نورمال. طبعا في حالات كتيرة لا الفيفر لسه شغالة فده بيضطر أسحب تاني يعني مش كل الحالات ان انا بسحب مرة واثنين وثلاثة لا لو الحالة بقى ايه مش ماشية زي الكتاب ما بيقول بضطر أسحب مرة واثنين وثلاثة وراجع نفسي وراجع الانتيبايوتيك اللي بياخدها. تمام. ندى بتسأل التعامل مع الفيرال كبروفيلاكسس ازاي؟ الفيرال كبروفيلاكسس والله يعني انا عايزه كنتوا تقولوا لي الفيرال كبروفيلاكسس ما كانش مثلا الكورونا فيروس بهدل العالم كله او كده. هو طبعا يعني نمبر 1 ان انا اهتم بمناعه الجسم بتاعي نمبر 1 ان انا اكل صح ماشي الاكل بتاعي ما يبقاش عباره عن سناكس عيش ورز ومكرونه وحلويات وبيتزا وبرجر والكلام ده. الاكل بتاعي لازم يكون فيه كميه كافيه من الفيتامينز اوكي كميه كافيه من المينرالز كميه كافيه من البروتين وفي نفس الوقت العب رياضه اتعرض لضوء الشمس اوكي بلاش الاوفر كراودنج بلاش ان انا اقعد في مكان مزدحم ما اروحش مثلا سينما ما اروحش مسرح ما اروحش مكان فيه قاعه مليانه ناس وما فيهاش تهويه كافيه العب رياضه كويس كل ده بيساعدني ان انا احسن المناعه بتاعتي اوكي. الحاجه الثانيه زي ما اتفقنا صحه الانسان النفسيه ما يبقاش على طول متعرض على ضغوط 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 ده طبعا بيضعف مناعه الجسم. النظافه الشخصيه طبعا مهمه جدا ان انا على طول بهتم بغسيل الايدين بغسيل الوش
بلاش ان انا امسك ايدي امسك انفي وانا ايديا مش نظيفه. وطبعا يعني في الاول وفي الاخر لغايه النهارده مفيش سبيسيفيك انتي فايرال اقدر اقول لك خديه كوقايه او ككيمو بروفيلاكسس. فدي برضو يعني لغايه النهارده الفيروس ده سؤال محير، ويمكن بالنسبه لي وبالنسبه للعالم كله. هو يمكن في سؤال مشابه فأعتقد حضرتك جاوبت عليه برضو، إن بالنسبة لو الالتهاب فيروس مش بكتيريا هيكون أخطر وأصعب في العلاج، لأن الفيروس ممكن يغير شكله. فأعتقد حضرتك برضو جاوبتي على السؤال ده. هو مش كل الفيروسز يا دكتور، يعني في فيروسز بتبقى سيلف ليميتنج وبلاقي العيان خف لوحده، بس في فيروسز لا طبعا بتاتاك زي الهربس سامبلكس انكفاليتس ده كارثه. ريبس فيروس، ريبس الجماعه اللي بيربوا كلاب، يا جماعه جماعه اللي بيربوا كلاب خد بالك ان في حالات ريبس ظهرت مع الايرا، ان كل واحد عايز يجيب كلب يجيب كلب. طب اجيب كلب واطعمه، اجيب كلب واتاكد انه خد البوستر فاكسينيشن. النهارده نوى ده لا ده كل يوم يعضني، طب كل يوم يعضني اتاكدت ان هو واخد التطعيم، اتاكدت ان هو ما عندوش ريبس. خدوا بالكم النقطه دي، ويمكن بتوه وما بيتشخص. للاسف الانسان اللي بيجي له ريبس بيبقى بصعوبه جدا ان هو بيتشخص، بس ناخد بالنا ان الريبس من اخطر الفيروسز اللي بتعمل untreated encephalitis، ما لهاش علاج خلاص انتهينا. بيجي له رابس انكفاليتس خلاص ده بيموت. تمام. الكلاب الضالة بقى يا حرام، ونموت الكلاب الضالة، والكلب يعني ده لا ده كلب ظريف، والولد النوتي مش عارف، لا ده كلب ضال ممكن فعلا يأذيني. فناخد بالنا حتى اللي بيربي كلب لازم يتأكد ان هو خد الرابس فاكسين وخد بوستر دوز من الرابس فاكسين، لأن مش بس العضة ده ممكن الخربشة بتاعة الكلب. نهلة بتسأل هل في حالات حصلت كمضاعفات للكوفيد من جايتس أو انكفاليتس سواء أطفال أو كبار؟ ريبورتد في حالات جالها انكفاليتس، وريبورتد إن في حالات جالها من انجايتس من الكورونا فيروس. والأخطر من لا مش الأخطر ده برضو خطير، إن هو بيبقى نتيجة حاجة اسمها سايتوكاين ستورمز، تبتدي الجهاز المناعي يتجن بقى ويطلع مواد سامة، أوكي، سواء للجهاز العصبي المركزي أو الجهاز العصبي الطرفي. يعني شفنا كتير حالات متلازمة جليان باري، ده نوع من أنواع التهاب الأعصاب الطرفية، كنتيجة للكوفيد 19. آه طبعا له إمباكت على الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي. مي بتسأل حضرتك الأعراض بتاخد وقت قد إيه على ما توصل للستيف نيك؟ تاخد وقت قد ايه؟ لا بص هو طبعا بيعتمد على الفيرولنس بتاعت المايكرو اورجانيزم، اللود بتاع الاكسبوجر، كم البكتيريا اللي دخلت، بتعتمد على الاميون سيستم بتاع البيشنت. ففي عيان ممكن يقعد في خلال 3 4 5 6 ايام وهو مجرد عنده ابر ريسبيريتوري تراكت عنده بكتيريميا، وفي عيان من تاني يوم من تالت يوم بيدخل على المينينجيتيك ستيج أو المرحلة اللي فيها التهاب في الأغشية المخية أو الأغشية السحائية. في آخر سؤال من أنس، هو أنس برضو رفع إيده، بس تمام يا أنس أنس. كان سائل، ممكن أخليه من أنميوت، بس هو أعتقد أنس أسئلتك ملهاش علاقة قوي بالمحاضرة بتاعت النهاردة، فلو عندك سؤال ليه علاقة بالمحاضرة بتاعت النهاردة تفضل. أنا قلت لك تعمل أنميوت. تمام، شكرا دكتور، المحاضرة جميلة جدا وممتعة يعني. هو كان في سؤال، هو في الله يخليك، هو كان في سؤال، أنا مش دكتور، أنا مدرس بيولوجي. هو كان في سؤال يعني بالنسبة للمنجايتس، وفي سؤالين بالنسبة لحاجة تانية غير المنجايتس. أول سؤال هو هل ممكن يعني باعتبار مثلا أنواع من الكانسرز زي الميلانوما، باعتبار ان هي بتيجي في الجلد، ممكن يحصل مثلا حالات زي الميتاستيزيز وتعمل كانسرز في المنجايتس؟ ده بالنسبه للسؤال اللي الاول.
طيب نقولهم وحضرتك عشان ما اعطاش حضرتك بعد كده. تمام. السؤال التانيين اللي بعيد عن المينجايتس، وهم انا شفت في عرض طبي يعني، كانت في حاله ميته اكلينيكيا يعني، ما فيش اي، بس عايش على سبورت ماشين، وكان عندها تيومر، والتيومر ده افرز كميه كبيره من الدوبامين، خلى الدماغ رجع تاني لحاله نشاط ورجع تاني. هل ده فعلا ممكن يحصل في الحال يعني، ولا هل ده كان في شو بس، ولا هل ده ممكن يحصل فعلا واقعيا؟ السؤال الاخير، وده حضرتك شفت في التعليق بتاعك او في المقدمه بتاعتك، قلت حضرتك برضو في انك تتابع الامراض النفسيه. انا كان عندي ليا صديق يعني كان بيعاني من ديبريشن، من سيفير ديبريشن. هي ليه الادويه اللي بتبقى الاضطرابات النفسيه بتاخد وقت طويل جدا عشان تعمل افكت او تعمل يعني شو افكت على المريض؟ واخد مثلا تقريبا اسيتيلوبرام، ده اخده لمده سنه عشان تقريبا يرجع لشكل حاله شبه طبيعيه. فليه، وانا عرفت ان ده الكيس في كتير جدا من الاضطرابات النفسيه، ليه اغلب الاضطرابات النفسيه على عكس الاجهزه التانيه في الجسم، ليه اضطرابات الجهاز العصبي وخاصة السيكولوجية بتاخد وقت طويل في العلاج، أو ياخد الدراج ياخد وقت طويل عشان يشو افكت على البيشنت؟ بس دي أسئلتي وشكرا لحضرتك. طبعا يعني أهلا بك يا دكتور أنس، يا أستاذ أنس، معلش أنا أسفة، والأسئلة بتاعتك طبعا قيمة ومهمة، بس كل سؤال فيهم مش هنبدأ بأول واحد، هو أول واحد سهل، الميلانوما أو المالجنانت من ميلانوما الحقيقة ممكن تعمل ميتاستاسيس. ميتاستاسيس يعني ثانويات. الثانويات ممكن فعلا بتروح لأي مكان في الجسم منها البرين. طيب لها سبيشال بريدليكشن على المينينجيس، يبتدي يحصل حاجة اسمها سيدلينج أوف ميتاستاسيس على المينينجيس. ما أقدرش أقول إن الحالة دي مينينجايتس، لا، ده مش سببها التهاب، ولا هي سببها إن في ميكروب معين دخل ووصل للأغشية السحائية، لا، ده فيه ثانويات جت من تيار الدم، اتنقلت عن طريق تيار الدم ووصلت، سواء عن طريق تيار الدم أو عملت حاجة اسمها سيدلينج ووصلت للمينينجيس، فده ما يعتبرش التهاب سحائي، ده يعتبر ثانويات من كانسر معين اللي هو الماليجنانت ميلانوما. طيب ده أول سؤال. السؤال الثاني اللي كنت بتقوله حضرتك، الميت إكلينيكيا ده معناه إيه؟ معناه إن جذع المخ نفسه ابتدى يموت. وانس إن جذع المخ نفسه مات، خلاص الإنسان ده ممكن يكون محطوط على جهاز التنفس الصناعي، محطوط على بياخد فلويدز، لكن انا ما اقدرش اقول عليه ان هو رجع تاني. وانس ان انا وصلت الموت كلينيكي او موت سريري، يبقى معنى كده ان الوظائف بتاعه الجذع بتاعه المخ نفسها فقدت، وفي الحاله دي العيان ما يقدرش يرجع تاني. ممكن يرجع لو كان لسه في غيبوبه وجذع المخ ما تاثرش بالدرجه الكافيه. طبعا جذع المخ ده في حاجه اسمها ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم موجوده في القنص، لو 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 حضرتك مثلا عارف الاناتومي او عارف التشريح، الجزء التشريحي بتاع المخ، في حاجه اسمها ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم او الجزء الشبكي الموجود في قلب جذع المخ، ده مسؤول عن درجه الوعي بتاع الانسان. وانس انها اتدمرت بالكامل، وانس ان جذع المخ اتدمر بالكامل، خلاص ما بيرجعش. لكن لو كان في انسلت خفيف وما وصلش للموت الاكلينيكي، ممكن يرجع، ممكن يرجع تاني، خصوصا لو سنه صغير وبقيه المخ هيلسي ممكن يرجع. ده لو ما كانش وصل موت كامل لجذع المخ، موت كامل لجذع المخ الحقيقه ما بيرجعش. تمام، ده بالنسبه للسؤال التاني، سواء بقى دوبامين مش دوبامين، كل الكلام ده كلام فاضي. لو انا عندي التيومر او الجلطه او النزيف كانت ماسيف واثرت فعلا ستراكشرلي على جذع المخ والمراكز المسؤوله عن درجه الوعي، خلاص الانسان ده ما بيرجعش تاني، بتبقى في علامات ظاهره، يعني الحدقه بتاعه العين اتسعت وما عادتش بترياكت معايا، ما عادتش بتتحرك، القف بتاعه احط تيوب ما احطش تيوب ما بيكحش. تمام،
ما فيش اللي هو الجاج، اللي هو اول ما احط حاجه في بقي الاقي نفسي هرجع، ده حاجه اسمها الجاج ريفلكس. كل الكلام ده انتهى خلاص، وانس ان جذع المخ مات خلاص استحاله الانسان ده يرجع تاني. تمام. السؤال الاخير بقى بالنسبه لادويه السايكايتري. طبعا ادويه السايكايتري مش كل حاله زي التانيه، والله في حالات بتستجيب جدا وبتتعالج 3 4 5 شهور وخلاص، لازم اقلل تدريجيا بوقف على كده. لكن في حالات سبير، خصوصا الحالات اللي فيها جيناتيك، لا ده في تاريخ وراثي في العيله ان كلهم كان عندهم ديبريشن، كلهم عندهم مرح ذهاني، كلهم عندهم سكيزوفرينيا، طب انا اتوقع ان هاخد يعني وقت قصير ازاي في العلاج. المرض النفسي على فكرة يعني موضوع طويل قوي، مش شرط ان الموضوع يبقى سيتويشنال، واحدة اتخانقت مع جوزها وتعبت نفسيا، لا ده العملية اوسع من كده بكتير، ان انا في عندي بيولوجيكال تشينجز في البرين هي اللي ممكن تؤدي للمرض النفسي. بيولوجيكال تشينج في النيورو ترانسميترز، المواد الكيميائية الموجودة في المخ ابتدت تبقى ابنورمال، زي ما حضرتك قلت الدوبامين ابنورمال وكتير قوي، ممكن العيان يدخل مني في سكيزوفرينيا. السيروتونين على طول واطي، العيان يعني بيدخل في ديبريشن. تمام. فانا اتوقع ان العيان ده ازاي يخف بعد شهر ولا شهرين ولا حتى ثلاثه. يعني لو سالتك سؤال، معلش يا استاذ انس، طب مريض السكر بيخف بعد قد ايه؟ ممكن ترد على السؤال ده؟ يعني لو العيان بيولوجيكالي تشين في عنده تشينجز في السيروتونين خلاص، في عنده مشكله في السينابتيك ترانسميشن، في سيروتونين قليل الري ابتيك بتاعه سريع، اوكي خلاص بقى السيروتونين قليل. السيروتونين دي ماده السعاده اللي موجوده في المخ، او حتى الدوبامين بيشيرنج مع السيروتونين في حته السعاده اللي بيحسها الانسان. فلو هي اساسا ما بتفرس، او لو هي اساسا بيولوجيكالي في مشكله في انها بتتكسر بسرعه، الري ابتيك بتاعها سواء السينابتيك ترانسميشن في مشكله، فده يعني هيخف ازاي في خلال شهر ولا شهرين. تمام. فطبعا مش كل حاله شبه الثانيه، ومش كل حاله معناها ان لازم تبقى فيه ضغوط حواليها، لا في حالات بنشوفها وكتير بتبقى تعبانه نتيجه جينات، نتيجه بايولوجيكال تشينجز في البرين، ودي فعلا الحالات اللي بتطول. شكرا يا دكتور دعاء ان حضرتك جاوبتي على سؤالين دايفرجنج شويه من توبيك المحاضره. وفي سؤال اخير، في سؤالين اخرى تبع المحاضره. خالد بيسأل هل أقدر أعتمد على الـ MRI أو الـ CT scan في التعرف على الالتهاب؟ الالتهاب السحائي هو يعني أنا زي ما قلت هو في certain situation بتخليني أضطر إن أنا أعتمد على الأشعة، سواء بتاعة الرنين سواء الأشعة المقطعية، هي إن أنا مش قادرة أعمل سحب للسائل النخاعي. يعني مثلا عيان ضغط المخ عالي جداً، في الحالة دي أنا لو سحبت هيحصل حاجة اسمها كونينج للمخ، المخ الجذع بتاع المخ نازل من حتة بقى إيه السباينال كورد اسمها الفوريمن ماجنم، الجزء اللي بينزل منه النخاع الشوكي من المخ. تخيلوا بقى لو الضغط فضل يزيد يزيد يزيد، السكال دي عبارة عن very rigid ها ان اكسبانسايل بوكس، يعني مش هتتمط معايا. فالحل الوحيد لو الضغط زاد 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 ها وانا قمت سحبه عامله فاكيوم افكت، هتلاقي يحصل ان المخ يبتدي ينزل من الفوريمن ماجنم، بيعمل حاجه اسمها ايه تونسيلر هيرنيشن، دي طبعا ايه انكومباتيبل ويز لايف، والعيان بيموت في ساعتها. فانا طبعا في الحاله دي نيفر كونترا انديكيتد، ممنوع ان انا اعمل بذل نخاع. الحالة الثانية الشهيرة اللي ما اقدرش اسعى اعمل فيها بذل النخاع، ان واحد يكون عنده اساسا خراج في ظهره، تمام، في المنطقة اللي هعمل فيها البذل، التهاب بكتيري في الجلد، كاربانكل برضه من الالتهابات الموجودة في الجلد، طبعا كونترا انديكيتد ان انا اعمل سحب او بذل النخاع. يبقى في الحالة دي هعتمد على الـ MRI او الـ CT ان البكتيريا او ان في التهاب في الاغشيه
بتاعة المخ، وفي الحالة دي بدي الامبريكال انتبيوتيك، بحاول بقدر الإمكان أوسع الدايرة، ها يعني أعمل إيه، أعمل أوجمنتيشن ثلاثة انتبيوتيك، أوكي أوسع الدايرة بتاعتي، وفي نفس الوقت أدي الفول دوز. دي طبعا إكسبيرينس للطبيب المعالج، ان انا اوسع دايره الانتيبيوتيك، مش بس هشتغل بالحاجات اللي بتشتغل على الجرام بوزيتيف، لا انا هشتغل على الحاجات اللي بتشتغل على الجرام نيجاتيف معايا. مش هدخل في ديتيلز ولا تفاصيل، بس بحاول اوجمنت از ماتش از اي كان، اضاعف الجرعه، بدي الماكسيمم دوز، وبحاول ادي للماكسيمم ديوريشن علشان اضمن ان انا اضيف على الالتهاب تماما. في حاله تانية انا بلجأ لها ان انا لازم اعمل سي تي او ام ار اي، طبعا الام ار اي بريفيربل عن اني اعمل سي تي، ان العيان ده ابتدى وانا بعالجه يدخل مني في فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت، بمعنى العيان كان بيتعالج من مينينجايتس وفجاه لقيته جاي لي بشلل نصفي، بقه اتعوج، ابتدى يجي لي العيان ببلايندنس، ابتدى اتعمى، بقه اتعوج، ابتدى يجي بتقل في ايد، بتقل في رجل، لا ده العيان ده اكيد عنده حاجه فوكل، حاجه موضعيه في البرين ابتدى يحصل فيها انسلت، فهبتدي اعمل ام ار اي، لان انا في الحاله دي شكه ان هو ممكن يكون دخل مني في برين ابسس، في خراج على المخ. شكرا جزيلا دكتور دعاء. احنا الوقت خلاص، فده كان اخر سؤال. معلش احنا نعتذر للي ما لحقش يسال سؤاله، بس اتمنى تكونوا لا لو هو بعت السؤال يا دكتور ممكن ثانيه واحده بس هرد عليه. طيب اوكي، في سؤال بيسأل مصطفى، بيسأل الجلايا سيلز ليها التهاب فيروسي برضو ولا صعب؟ ما احنا اتفقنا ممكن يحصل فيرال انفكشن زي ما بيحصل بكتيريال انفكشن، اه ممكن تمام، وفي الحالة دي بيعمل لي فيرال انكفاليتس. ايوه ماشي مصطفى، انا عشان بس مصطفى ما يزعلش، اهلا بيك. اوكي ماشي، شكرا تاني لحضرتك على الوقت والمعلومات المفيده دي، وشكرا وشكرا للحضور، واتمنى نشوفكم في محاضرتنا الجايه، هتكون مع الدكتوره جيداء عن الورلد اوف دريمز، الميستري وورلد اوف دريمز او عالم الاحلام الغامض، وهتكون يوم 17 صح؟ هتكون يوم 17. شكرا جزيلا. لو ممكن نسقف لدكتورة دعاء تاني، سواء بالرياكشنز او نفتح الكاميرا بس ونسقف للي عايز. شكرا قوي، متشكر قوي، الف شكر، الف شكر. شكرا، واتمنى نشوفكم تاني في المحاضرات اللي جايه. سعدت بيكم الحقيقه.